الله سبحانه وتعالى أيضا قص علينا قصة أصحاب الجنة في سورة القلم، لما أرادوا أن يمنعوا الفقراء والمساكين في حقهم، الله سبحانه وتعالى أرسل على أراضيهم نارا فأحرقتها. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمين. أرسل الله سبحانه وتعالى عليها نارا فأحرقتها، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، فتنادوا مصبحين في الصباح تعالوا عشان نحصد الثمار والزروع، أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون، يعني في خفوت وسكون حتى لا يسمع بهم أحد، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين، فلما رأوها قالوا إنا لضالون، يعني إحنا نحن ضللنا الطريق، هذه ليست جنتنا، هذه ليست أرضنا، فلما رأوها قالوا إنا لضالون، وبعدين قالوا بل نحن محرومون، حرمان الله سبحانه وتعالى. قال أوسطهم اللي هو الوسط فيهم، يعني في لم يكن بأكبرهم ولا أصغرهم، ألم أقل لكم لولا تسبحون، يعني أنا ذكرتكم بالله وذكرتكم بنعم الله، لكنكم أصررتم على الإيه؟ على المعصية. ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا سبحان ربنا إن كنا إيه؟ ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. بس فين بعد فوات الأوان هذا التلاوم؟ كذلك العذاب ولا عذاب الآخرة أكبر، يعني في عذاب في الدنيا كذلك، كاف هنا حرف تشبيه، يعني مثل هذا العذاب الذي وقع بهم سيحل بأي إنسان تسول له نفسه ألا يشكر الله على نعمه. وأيضا في عذاب في الآخرة، يعني في عذاب دنيوي، في عذاب برزخي، في عذاب أخروي، كذلك العذاب ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولذلك روي عن السلف ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة.